50 وشي. لا انا هضر وانت ياسر. مين راه ماشي كيما هكا كتكون فريز ناقص تكون ناقص تكون 12 دراهم هيه خايدة انا بحضر 12 دراهم وطايحة ب 12 دراهم تحسب لها شوية مازوت وشوية كاربون دراهم تبيعها على الاقل تبيعها ب 14 دراهم كده بلوك جيجو هو هذا الحشومه عليه الله يحشومه عليه وعليكم السلام. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر من مدينه إذا الفريز بطبيعة الحال موجود ودار 60 درهم من الصندوق والإجزاص عمل 20 درهم من الصقل إذا اللي بغاه بطبيعة الحال يتقدم عند مولاه كاين في مدخل العريش الفريزة هي موجودة فروم بسطة هي كينا السؤال هذه فرومباز تاع هي كاينه موجوده فريسه مليحه كما قالت لي فريسه مليحه كاع ما نبقى نصور معاه تذقتها تذوقتها يا الدلال السلام عليكم السلام ورحمه الله هذه خويا انا يا احمد فريقش من خويا احمد محبابي من عرباوه دوار كرازه اقليم قنيطره احمد الفريقش موجوده بطبيعه الحال شويه دابا باقي عليها البرد وهي باقا غاليه شويه باقا طالعه الثمن باقا طالعه الثمن هذه كتبيعها بالصندوق كنبيع بالصندوق بالكارطونه الى اقتدر مو هكا كندير شي واحد لا بغى شي كيلو نتعاون مع الناس داكشي اللي كاين هاد الفريز هادي اللي جت انا دابا حتى كتشوف فيها هادي فريز حتى 12 درهم كدير بلاصه من تحت من الفوق انقاص انقاص بالكيلو 15 درهم
15 درهم الكيلو. 2000 درهم من الدلال. من الدلال. من الدلال. كلشي يقبل عليها كلشي حارة. شويه كاين اللي كيقول لك باقا ما وجدت شويه راه دابا راه ولات موجوده راه شهرين وحنا نبيعوا فيها ماشي عاد دابا فهمت. دابا كيقول بان الفريز راه غاليه الثمن طالع ولا على حسب البارح انا كنت نبيع الكرتونه ب 30 درهم وباتها ب 35 درهم ولكن هاد الفريز هادي مليحه راه كيديها الناس كيديوها ب 50 درهم كرتونه 60 درهم كرتونه على حسب الجوده فيها 4 كيلو فهمتي الا كانت مليحه كدير الثمن. انا كناخذها هادي خلصتها انا ب 11 درهم وكتجمع على السيار ديالها كتولي ب 12 درهم تعرف كارطون والمازوط يعني الواق زيدها 12 درهم باش ما تقدوش مع عندكم هنا كاين بنادم كيدوز شويه صحيح. قليل شويه صعيب الحال شويه والحمد لله تدخل الناس اللي كيشوفوك دابا والناس اللي كيدوزوا في الطريق يجيو مرحبا بهم يجيو مرحبا بهم اللي عنده اللي ما عندوش يجي ياكل ويشرب مرحبا كلشي ديالو لما مرحبا بهم وكنشكروهم بزاف كنحبوا كاع شعبنا حنايا لينكاس اخويا جي ديال كيجي من برا كناخذو انا نعملو عند واحد الدري صحيب تو الحل تو فيه كاين شي حلاوه جا جوج درهم تاع حلو مليح الموسكا كاع الشوده شكرا على واش اذا اللي بغى يتقدم من عند خي احمد بطبيعه الحال راه في مدخل العريش من طريق طنجه ديال مدخل العريش هو هنايا اللي بغى يتقدم من عنده مرحبا به بطبيعه الحال عنده الجوده بطبيعه الحال كما كتشاهدوا الفريز خلينا من الفريز ديال 5 دراهم ولا ديال 4 دراهم ولا ديال 6 دراهم ولكن الفريز الجوده شوف الفريز كيعامله حلوه حاجه واعره صراحه قيست منها عطاني قيست منها ولكن شي حاجه مزيانه كما كتشوفوا هو كينقيها دابا دابا كتنقي خي احمد دابا انت كتنقي اسمح لي ندير لك من الوقت شويه دابا انت شنو كدير لها دابا انت كتنقيها كنقيها بحال هاد الخامجه هادي كنحيدها يعني كدير لها الفينو كديرها للمزيان حاجه مزيانه باش ما تلقاتها موش عاب مزيان لا ما يقلب لا ما يقلب لا والو انا كنحيد كاع جاتني بديك كيلو ولا كيلو ونص ديال الخماج كنسيبها ماشي مشكل راه سير ليها تشوف كاع الفريز مسيبه راه شوف كل هذيك اللي خارجه والله ما تضيع فيها ولا تضيع كليان ديالك الناس كيجيو لعندك خصهم يديو حاجه مزيانه علاش شفنا بان السيد ماجي من طنجه وخدها من عندك والله الا من طنجه هذاك راه جا من طنجه نيت دا الشبكات داها راه معيط ليا في التليفون قال لي جيب لي بحال ديك الفريز حيت فايداها عجباتو الفريز قال لي جيب لي خويا من ديك الفريز نيت جبت له من ديك الفريز هاي انت كتشوف بعين سليعه مليحه ما كانش مليح ما اجيش عندي من طنجه شكرا وشكرا تبارك الله عليك